مواجهات مسلحة بين القوة الشرعية لدولة ليبيا المكونة من جيش وشرطة والقوة الأمنية بل وحتى بعض المواطنين وبين كتائب مسلحة مما يسمى أنصار الشريعة ومجموعات إجرامية أخرى قامت بالاعتداء المسلح على مديرية أمن بنغازي. وقد دار قتال بين قوى الأمن والجيش والقوات الخاصة وبين المهاجمين أسفر عن مقتل وجرح وأسر عدد من المهاجمين وسقوط 9 شهداء من قوات الصاعقة وجرح عدد منهم. يدين بكل شدة التعدي السافر الذي تقوم به هذه المجموعات المسلحة ذات التوجهات المختلفة والتي تتناقض مع بناء دولة ليبيا الجديدة. وتحيي الحكومة الليبية جيشها البطل من القوات الخاصة وأعضاء مديرية أمن بنغازي والغرفة الأمنية المشتركة وقياداتهم على صمودهم في سبيل ليبيا.